يا حضرات السادة، ألا ترون أن في غزة إبادة؟ أم أصبح هلاكنا موتنا عادة؟ يا حضرات السامعين، لم تروا أطفال فلسطين؟ وكيف أصبحنا جائعين خائفين نازحين؟ ستفطرون اليوم في بيوتكم، ونحن سنفطر في الخيام، ستصلون في مساجدكم، ونحن سنصلي على الركام. أليس من حق الإنسان أن يولد ويحيا بأمان، ونحن في غزة نموت تحت النار والعدوان؟ أليس من حق الإنسان أن يولد ويحيا بأمان، ونحن في غزة نموت تحت النار والعدوان؟ وإن لم تعدل فينا فالله بعدله كافينا، ستنور فينا الدنيا وسنبقى دوما أحرار، سنعيش بحب وسلام نعبر غزة والدار. ستنور فينا الدنيا وسنبقى دوما أحرار، سنعيش بحب وسلام نعبر غزة والدار. وسنبني في الرمل قصور، وسننثر في الأرض بذور، وسنبني في الحب جسورا كبارا وصغارا. بذكر الله ترتاح القلوب، وتنزاح المتاعب والكروب، وتنزل رحمة الغفار غير